بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم في الوطن العربي الكبير. يسرني أن ألتقي بحضراتكم في هذا المساء عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية من هنا من استاد محمد الخامس في الدار البيضاء في بطولة أمام هورسيد الصومالية. الاتحاد والرفاع برغبة الفوز في مباراتهم الأولى في هذه البطولة. طاقم تحكيم إماراتي الصافرة لانطلاقة شوط المباراة الأول. ركلة البداية للرفاع على يمين السادة المشاهدين لدور 32، وبالتالي بطل هذه المجموعة سيلعب أمام أولمبيك أسفي في دور 32، فيما بطل المجموعة الثانية سيلعب أمام الشباب السعودي في دور 32. محاولة استلام بشكل رائع، الوادي يحاول في هذه الكرة اللاعب المهاري الوادي، الكرة خارج منطقة الجزاء، كرة تصويب، الكرة بتعدي بتمر بسلام في أول محاولة لمصلحة فريق الاتحاد، الكرة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الفردان. بعد 10 دقائق لعب تظهر أول محاولة في المباراة لمصلحة فريق الاتحاد. مهارة كبيرة، تسديد بالقدم اليسرى من كرة متحركة بهذا الشكل، لعب أحمد شنتوف داخل منطقة الجزاء، سدد كرة البادوزاكي. طبعا تم تعيين مساعد البادوزاكي، طبعا الحديث عن سيد إدريس المرابط، وبالتالي أكمل المشوار للفوز بلقب البطولة المغربية. هذه محاولة لكن التغطية بعد ذلك من الدفاع. الرفاع كان وصل لنهاية أول بطولة خليجية للأندية في عام 1982 وخسر أمام العربي الكويتي، خسر نهائي آخر في عام 95 أمام كاظمة. هذه محاولة خطيرة، الكرة ما زالت موجودة، البحث عن مساندة، الكرة مستمرة، خطورة ما زالت حاضرة. يستعيد هذه الكرة من هناك الدفاع الجرفي، تمريرة في وسط ملعب المباراة، محاولة نعمان، كرة تصويب لكن بعيدة تماما هذه الكرة، كرة عبد الكبير الوادي مرت إلى خارج أرضية الملعب. رغبة فريق الاتحاد أكبر، يصل لمرمى الفردان لكن يحتاج إلى القليل من التركيز. هذا هو الجمهور المغربي. الشيخ منصور بن زايد طبعا في نادي مانشستر سيتي. هذه محاولة لكن سهل، الكرة في يد حارس المرمى عبد الكريم الفردان، سهل الكرة في يد حارس المرمى عبد الكريم الفرداني. حتى الآن فريق الرفاع كمين الأسود خلف الخط والكرة الثابتة، يلعب كرة لا فعالة للأمام، هذه الكرة لكن مرت بسلام على مرمى الاتحاد، تحولت إلى ركلة مرمى. نقترب من 25 دقيقة لعب على بداية وانطلاقة هي المباراة. حتى الآن تعادل سلبي مستمر على استاد محمد السادس في مدينة الدار البيضاء العربية. الرفاع جماهيرية كبيرة في 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 البحرين في منطقة الخليج العربي. فريق اتحاد طنجة أيضا يمتلك شعبية كبيرة في الشمال المملكة المغربية. هذه كرة مرت عدت على الجميع، تحولت إلى ركلة مرمى. يسعد هذه الكرة كميل الأسود، شوف أمام 3 لاعبين، شوف تمريرة في منتهى الذكاء، كرة انطلاقة من هناك في اليمين، المطالبة أمامنا بخطأ أو بركلة جزاء. واو، بالخطأ طبعا من حارس المرمى الفردان سيد رضا عباس. يستعيد هذه الكرة من هناك لاعب الوادي عبد الكبير، كرة خلف الدفاع خطيرة، هذه الكرة عرضية بيشيل حارس المرمى الفردان، ثم بعد ذلك فيصل غازي يبعد الكرة في مبدأ السلام إلى ركنية لمصلحة فريق الاتحاد. الحل عند فريق الرفاع عند اللاعب كميل الأسود ومحمد صول اللاعب الليبي. طبعا هذه كرة من هناك انطلاقة موجودة، مهارة كبيرة، مر رفات داخل منطقة، خطيرة هذه الكرة، خطيرة، جي 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 جي، أبعد الكرة بشكل رائع صاحب اللمسات السحرية وجانب لاعبي فريق الرفاع في عمليات الإحماء في هذه اللحظات طبعا. لكن أعتقد بأنها إصابة طفيفة للاعب جي جي، وأعتقد بأنه سيكمل المباراة مع زملائه في شوط المباراة الأول. شوف هذه الكرة اللي خلصها جي جي من قبل أن تصل إلى مرمى، قبل أن تصل إلى المرمى أبعدها جي جي، سينقل إلى خارج أرضية الملعب بعد هذه الخليج. كرة في وسط الملعب كميل الأسود لاعب أهلي طرابلس، أيضا تألق مع أهلي طرابلس. هذه محاولة صولة، يلعب لكرة من هناك مهدي عبد الجبار، خطيرة هذه الكرة لكنها مرت
برت بعيدة تماما على مرمى اتحاد طنجة إلى خارج أرضية الملعب. تفاهم كبير في هذه الكرة بين محمد صولا ومهدي عبد الجبار، لكن في نهاية التغطية كانت موجودة من أحد مشاهدين متابعين في كل مكان. تمشي هذه الكرة في اليمين رضوان مرابط، لكن في هذه اللحظات أيها السيدات والسادة في كل مكان، عدل النقبي الحكم الدولي الإماراتي يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول بتعادل سلبي بين اتحاد طنجة المغربي والرفاع البحريني، الذي يساعد في مباراة الليلة جاسم آل علي مساعد أول، سمير جمال من مصر مساعد ثاني، وحكم المباراة الرابع حمد علي يوسف. انطلاقة شوط المباراة الثاني وركلة البداية لمصلحة فريق الاتحاد والثنائي المقدمة كميل الأسود مع مهدي عبد الجبار. تمشي هذه الكرة من هناك في اليسار، محاولة لمصلحة فريق الاتحاد تنقل أقصى الجهة اليمنى، تمريرة بلمسة لكن الكرة مرت إلى ركنية لمصلحة فريق اتحاد طنجة. الكرة مرت إلى ركنية لمصلحة، يضطر للعودة في وسط الملعب من هناك علي حرم، يلعبها إلى فيصل غازي. تمشي هذه الكرة إلى علي حرم، للأمام الكرة إلى كميل خطير، هذه الكرة في مواجهة المرمى 1-0. هدف المباراة الأول يضيع على فريق الرفاع، يقنع مع بداية شوط المباراة الثاني. تمشي هذه الكرة لنعمان، نعمان عرب تمشي في اليمين، هذه الكرة انطلاقة من هناك في اليمين يحاول فيها الوادي يعيدها في المنتصف، المحاولة لمصلحة فريق الاتحاد خطير، هذه الكرة 1-0. لا مش ممكن، مش معقول، حارس المرمى عبد الكريم الفردان في أروع تصدي، في أروع لقطة منذ بداية البطولة في اليوم الأول من هذه البطولة. لا أدري ما إذا كان متسلل، ما أدري إذا كان متسلل لاعب رقم 14 يوسف أنور في مواجهة المرمى. كيف ضاعت يا يوسف أنور، وكيف تصدى لها عبد الكريم الفردان. هذا محمد صولا، الكرة إلى رمي تماس في اليمين سيد رضا عيسى، صولا لكن حارس المرمى من أعلى نقطة هشام. 61 دقيقة لعب مرت على بداية المباراة مشاهدين الكرام، تعادل سلبي لحتى الآن. هذه تمريرة من هناك، محاولة لمصلحة فريق الاتحاد خطيرة في مواجهة المرمى، لكن حارس المرمى عبد الكريم الفردان. حكم مباراة في حديث مع اللاعبين، كميل الأسود أم محمد مرهون، كميل أم مرهون، كميل يلعب كرة لكن التغطية من كمال آية الحج، كمال آية الحج، وبعد هذه الكرة في منتهى البراعة طبعا إلى خارج أرضية الملعب. الكرة يبدو لي تحولت إلى ركنية بالفعل لمصلحة فريق الرفاع، الكرة إلى ركنية لمصلحة فريق الرفاع أو لمصلحة فريق الاتحاد. كرة هاشم عيسى، محاولة خطيرة، هاشم عيسى مر تقدم لكن الكرة بيخلصها. أوهو، ضربة جزاء لمصلحة الرفاع، ضربة جزاء لمصلحة الرفاع. هاشم عيسى في ميسي الأفضل في التاريخ، لكن كميل الأسود يحاول. أوهو، جول فعلها الرفاع، أصحاب السعادة يتقدمون 1-0. شال في المرة الأولى هشام المجهد، والمتابعة من جانب كميل الأسود في المرمى، 1-0 الرفاع يتقدم. محاولة لمصلحة فريق الرفاع، كميل بغير اتجاه اللعب، هذه كرة خطيرة، هاشم عيسى بيتركها، خطيرة الكرة للرفاع، الكرة بيسيطر عليها حارس المرمى. يا سعيد هذه الكرة، فريق الرفاع بشكل رائع، الكرة من جانب صولا، محاولة خطيرة هذه الكرة، فرصة هدف ثاني، صولا أمام المرمى والهدف الثاني يضيع. مش ممكن، هدف ثاني يضيع على فريق الرفاع، قد يندم الرفاع على هذه الفرصة، قد يندم على هذه الفرصة، وهناك فرصة أيضا قبل هذه الفرصة قد يندم عليها السماوي، أصحاب السعادة فريق الرفاع البحريني. الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن، في اليمين هذه كرة انطلاقة من هناك، صولا اللاعب الليبي صولا أوهو، محمد صولا بالقدم اليسرى يثبت حارس المرمى،
الكرة بتضرب في التسعي. الله هاشم عيسى يسجل على طريقة ماجر. هاشم عيسى يسجل على طريقة ماجر 2-0. فعلها الرفاع، فعلها الرفاع، فعلها الرفاع. أصحاب السعادة يسجلوا هدف ثاني. وأنت لاعب كبير يا هاشم، تسبب بركلة جزاء وسجل هدف ثاني بالكعب بنفس طريقة رابح ماجر في نهائي الشامبيونز ليج 87 البايرن ميونخ وبورتو. هذه كرة خطيرة، موكوكو 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 موكوكو. الاتحاد الكرة عند شنتوف، الشنتوف يحاول في هذه الكرة. ما زالت الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، كرة أمام المرمى الفردان، الكرة ما زالت عند موكوكو. الفردان يبعد هذه الكرة بشكل رائع، الفردان يبعد هذه الكرة بشكل رائع. طبعا صاحب المركز الثاني يتحصل على 2.5 مليون. يمشي الكرة لهاشم عيسى، هاشم انطلق في هذه الكرة يحاول تقدم، الكرة يدخل فيها منطقة الجزاء خطيرة. كميل تأخر فيها، كميل دفاع الرفاع بيخلص هذه الكرة. اوه خروج خاطئ، الماس يحاول، الماس يحاول. يا سلام على المرور بطريقة رائعة في هذه اللحظات يا السيدات والسادة في كل مكان مشاهدي أبو ظبي الرياضية. صافرة عادل النقبي تطلق نهاية صافرة نهاية المباراة.